حقيقة يعني قبل كل شيء يجب أن أوجه كل الشكر والامتنان إلى معالي الوزير سامح شكري، إلى معالي الوزير أيمن صفدي لهذه المبادرة، لهذا الالتزام، لهذه المسؤولية العالية، لهذا الجهد المتراكم ولهذا الإصرار الذي واكب هذا التحضير لفترة طويلة، وتعاون أيضا الأمين العام للجامعة العربية الأخ أحمد أبو الغيط لتسهيل مثل هذا اللقاء. أنا أعتقد أنه هذا الاجتماع اليوم هو اجتماع في غاية الأهمية. هذا الاجتماع اليوم وما صدر عنه من قرار يعيد التأكيد على لكل من راوده الشك من كون القضية الفلسطينية هي القضية الأولى المركزية للعرب جميعا. موضوع تضامن العرب العربي هو موضوع أساس وجوهري، وبالتالي خرجنا من هذا الاجتماع بقرار ممتاز يشكل رسالة قوية لمن يهمه الأمر حول وقوف والتفاف العرب حول قضيتهم المركزية الأولى، قضية فلسطين. أعتقد أنه هذا اليوم هو يوم مهم يجب أن نتذكره، 8 فبراير، لنجاح أولا في رأب الصدع العربي والقفز عن بعض الأزمات والتركيز على ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، والعمل من أجل وحدة الموقف العربي وتضامن العرب العربي. هذا شيء مهم جدا، والأساس في كل ذلك هو هذه المبادرة الرائعة المقدرة منا جميعا من أخي سامح وأخي أيمن. اليوم أيضا 8 فبراير التقى وبرعاية أيضا الشقيقة مصر التقت فصائل وقوى العمل السياسي الفلسطيني في اجتماع بهدف العمل من أجل إنجاح عملية الانتخابات الفلسطينية القادمة. كما تعلمون السيد الرئيس أصدر مرسوم بدعوة لانتخابات تشريعية في 22 من مايو أيار القادم، وانتخابات رئاسية في 31 من يوليو القادم. اجتماع اليوم الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية والتي تعمل على ضمان نجاحه كان اجتماعا في غاية الأهمية. هو جاء لكي يعزز ذلك ولكي يسهل هذه العملية الانتخابية، هذه العملية الديمقراطية بنجاح. الجلسة الأولى لاجتماع اليوم كانت جلسة ناجحة، وبالتالي نحن متفائلون حيال مخرجات مثل هذا الاجتماع، تماما كما خرجنا متفائلون تماما حيال هذا الاجتماع الذي تم الآن في أروقة جامعة الدول العربية البيت العربي الجامع. أيضا 8 فبراير ربما من المهم التذكير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلس على كرسي الاتهام في المحاكم الإسرائيلية هذا اليوم، ووجهت له العديد من الاتهامات بالاختلاس وأيضا الفساد وفي تلقي رشوة وفي الاحتيال. وبالتالي مهم جدا بغض النظر هي بدايات لهذه المحاكمة، ولكنه خرج مقفهر الوجه منتعض، مما يعطينا البهجة والأمل بأن يتم محاكمة هذا المجرم الذي ارتكب جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكما تعلمون قبل عدة أيام صدر عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية ما يؤكد على إمكانية فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم التي ارتكبت من قبل القادة الإسرائيليين، كانوا عسكريين أم كانوا سياسيين. بالنسبة لنا هذا شيء مميز، شيء إيجابي يجب البناء عليه بشكل متكامل. فعلا اليوم هو يوم جيد، حققنا فيه العديد من الإنجازات، وأعود مرة ثانية لتقديم الشكر لفعلا الإخوة الزملاء كل من سامح وأيمن. شكرا جزيلا. بعد الأسئلة وأعطي السؤال الأول للأستاذ أسامة عجاج من جريدة الأخبار.